السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن الـ nutritional deficiency in ruminant. هنتكلم في محاضرتنا عن حاجتين من الـ nutritional deficiency في ruminant، اللي هو الـ mineral deficiency in ruminant والـ vitamins deficiency in ruminant. أول حاجة هنبدأ بيها النهاردة الـ mineral deficiency in ruminant. زي ما احنا عارفين إن عندي الـ mineral اللي بيحتاج لها الانيمال في الراشن بيكون يا اما ماكرو مينرال يا اما مايكرو مينرال. الماكرو مينرال زي ما احنا عارفين الكالسيوم والفوسفورس، والمايكرو مينرال زي الكوبر والزنك والايودين. قبل ما نتكلم عن المينرال ديفيشنسي، بنقول ان النيوتريشنال ديفيشنسي عموما سواء مينرال او فيتامينز ممكن ان انا اعمل بريفنشن ان يحصل عندي مشاكل من الديفيشنسي لهذه العناصر، وده عن طريق ان انا اعمل لها سبلمنتيشن في الراشن اوف انيمال، وده بيكون افضل كتير من ان انا يعني يبقى في عندي ديفيشنسي في الراشن اوف انيمال وبالتالي يعمل عندي ديفيشنسي في الحيوان. وبالتالي زي ما اتفقنا قبل كده ان ده ممكن يؤدي عندي ليه مشاكل او ديفكت في الانيمال، ممكن يبقى irreversible او not curable او يوصل ايفن في بعض الحيوانات للديس. اول حاجة نبدأ نتكلم على النهاردة الكبر deficiency، او انا بسميه او بيطلق عليه الهايبوكبروزس. الكبر deficiency اول حاجة هنتكلم عنها الاحتياجات الانيمال او اقل كمية المفروض او نسبة المفروض تبقى موجودة من الكبر في الدايت او الراشن اوف انيمال. بنقول ان هي بتكون من 4 لـ10 ميلي جرام لكل كيلو جرام او بارت بير ميلي، ده بالنسبة للكتل. وزي ما اتكلمنا قبل كده قلنا النسبة الشيب محتاجاها بتبقى ايه، بتبقى 5 بارت بير ميلي. بنقول كمان ان بيكون اليونج انيمال الحيوانات الاصغر عمرا بيكون مور سسبتبل ذان الماتيور انيمال، بالاضافه ان الكاتل بيكون مور سسبتبل ذان الشي. بنقول ان الكبر ديفيشنسي في الرومنال كاركترايزد كلينيكالي باي او الموست كومن كلينيكال ساينس اللي بتظهر على الانيمال، بتكون في صورة unsleepiness أو severe emotion في الانيمال، أو بيحصل عندي decrease في الجروث ريت بالنسبة لليونج انيمال، بيبقى في عندي دايرية، بيبقى في demyelination للCNS، بيبدأ يظهر عندي مشاكل في locomotion أو الحركة بتاع الانيمال، بيظهر عندك بصورة مثلا limbness، بيبقى في عندي hair abnormalities زي depigmentation hair dim كاركترستيك ساينس بالنسبه للكبر ديفيشنسي. عندي حاجه من ضمن السبيسيفيك ديزيز بالنسبه للكبر ديفيشنسي في الكاتل بيبقى اللي هو الفولينج ديزيز. عندي كمان حاجه مميزه جدا ان الاي اوف انيمال اللي بيبقى فيه كبر ديفيشنسي بيبقى شبه الحيوان ما يكون لابس نظاره نتيجه الديبيجمنتيشن للهير اراوند الاي، بسميها بسبكتكلد اي. اول حاجه نبدا نيجي للمسبب او السبب في الكبر ديفيشنسي. زي ما اتفقنا ان انا عندي بالنسبه للديفيشنسي يا اما الكوز يكون عندي برايمري ديفيشنسي يا اما يكون سكندري ديفيشنسي. برايمري ديفيشنسي يعني ايه؟ يعني الديفيشنسي او الديفيشنت بيبقى في الراشن اللي انا بديها للانيمال، يعني الراشن نسبه الكبر فيها بتبقى not sufficient او inadequate، زي ان الحيوان مثلا بيتغذى على نباتات بتنمو في deficient soil، او ان الراشن اللي انا بديها للحيوان زي ما قلنا بيبقى نسبة الكبر فيها مش sufficient. الحاجة التانية secondary deficiency، ده معناه ايه؟ معناه مش معناه ان الكبر deficient في الراشن، لا ده الكبر بيبقى موجود في الراشن او النباتات بصورة sufficient، بس المشكلة ان بيبقى فيه بعض العناصر اللي بتبقى antagonist للكبر، زي ما بنقول هنا المولبيدنم والانورجانيك سلفيت.
سواء كل واحد على حدة او الكومباينيشن منهم، ده بيبقى انتاجونست للكفر. يعني ايه؟ يعني بيعمل انترفيرنس للابسوربشن اوف كفر، للاستورج اوف كفر في الليفر، واليوتيلايزيشن باي ذا تيشو. طيب تعالوا نتكلم على الباثوجينيسيس اوف كفر ديفيشنسي. اول حاجه هنبدا بيها هو ايه الكفر. زي ما اتعودنا نبدا نتكلم عن العنصر، هو ايه اهميه العنصر ده عشان نعرف ايه المشاكل اللي هتحصل من نقصه او ديفيشنسي اوف كفر. بنقول ان الكفر له دور مهم جدا في عمليه التيشو اوكسيديشن. بنقول ان الكفر بيدخل في مجموعه من الانزيم بسميهم الميتانو انزيم، او بسميه كفر كونتيننج انزيم، اللي هم زي ايه؟ السوبر اوكسيد ديسميوتيز، السيتوكروم اكسيديز، التيروزينيز، والسريانوبلازمين او بسميه الكفر بروتين كومبلكس، واللايسايل اكسيديز. اول حاجه هنبدا بيهم السوبر اوكسيد ديسميوتيز والسيتوكروم اكسيديز. ايه الفانكشن بتاعتهم او الوظيفه بتاعتهم؟ بنقول اول حاجه السوبر اوكسيد ديسميوتيز ده انتي اوكسيدنت انزيم. لو تفتكروا كنا اتكلمنا قبل كده عن حاجه اسمها الفري راديكالز او الار او اس، اللي هو رياكتيف اوكسجين سبيشيز. رياكت الار او اس او رياكتيف اوكسجين سبيشيز دي بتطلع عندي في الجسم من عمليات الميتابوليزم اللي بتحصل زي السوبر اوكسايد. بنقول ان الحاجات دي او الار او اس دي بتبقى ممكن تعمل عندي ديستراكشن للخلايا ودمج للبروتين والعناصر الخليه بشكل عام. فلازم يبقى فيه انتي اوكسيدنت انزايم اجينست الار او اس. طيب لما يبدا يحصل عندي ديفيشنسي في الكبر، هيبدا يحصل عندي ديفيشنسي في الاس او دي او السوبر اوكسيد ديسميتيز، الانتي اوكسيدنت اكتيفيتي هتبدا برضو تتاثر. طب هو دوره ايه اصلا كانتي اوكسيدنت انزيم؟ قلنا ان هو طبعا بيتخلص من الار او اس او الفري راديكال، فبالتالي له دور في الاميونيتي، له دور في الجروس ريت بتاع الانيمال. وبالتالي لما يبدا يحصل عندك الديفيشنسي هيظهر عندي انكريز السوسبتابيلتي للانفكشن، هيحصل عندك ريتارديشن في الجروس. طيب تعالوا نتكلم عن السيتوكروم اوكسيديز او سموه سيتوكروم سي اوكسيديز. بنقول ان الدور اللي بيقوم بيه ان هو له دور في البرودكشن والمينتيننس اوف المايلين شيز. المايلين شيز ده مهم جدا في النيرفس سيستم، وبالتالي لو حصل عندي ديفيشنسي في الكفر هيتاثر عندي الانزيم، وبالتالي هياثر عندي على المايلين شيز، فيبدا يحصل عندي ايه؟ نيرفس مانيفيستاشن. طيب نيجي بعد كده للتايروزينيز والسريانوبلازمين. التايروزينيز الدور اللي هو منوط بيه او بيقوم بيه ان هو بيعمل نيتراليزيشن عندي للفريق الفري سايول جروب. الدور بتاعها ان هي ليها دور في النورمال كيراتينايزيشن للسكن، وكمان البيجمنتيشن للسكن والهير عن طريق اللي هو ايه؟ الميلانين برودكشن. طيب هيحصل عندي الكفر ديفيشنسي، يبقى هيبدا يحصل عندي ابنورمال كيراتينايزيشن للسكن ودي بيجمنتيشن للهير. نيجي للسريانوبلازمين، الدور اللي بيقوم بيه مهم جدا في عمليه الريتولايزيشن للايرن عشان يعمل عندك ايه؟ هيموجلوبين سينثيز. احنا عارفين ان في اللايف سبان في الار بي سي بتبقى حوالي 120 يوم، بعد كده بيبدا يحصل لها ديستراكشن. طبعا الايرن ده بيبقى حاجه غاليه جدا، الجسم بيعيد استخدامها تاني. مين اللي هيساعد في اعاده استخدام الايرن عشان يتكون عندي الهيموجلوبين تاني؟ بنقول اللي هو السريانوبلازمين. اللي داخل فيه مين؟ الكبر. هيحصل ديفيشنسي الكبر، يحصل عندي ديفيشنسي للسريانوبلازمين، وبالتالي هيتاثر عندي عمليه الريوتيلايزيشن، وبالتالي هيعمل عندي والسنس طبعا للهيموجلوبين، فيعمل عندي انيميا. طيب نيجي بعد كده لللايسايل اوكسيديز، وبنقول ان اللايسايل اوكسيديز له دور في عمليه الماتوريشن اوف الاستين اند كولاجين. ده عباره عن كونكتيف تيشو. الدور بتاع دور مهم كمان ان هو
غير الماتيوريشن اللي هو بيبدا يحافظ او يعمل عندي مينتيننس للانتجريتي اوف كونكتيف تيشو. تمام. طب لو حصل عندي ديفيشنسي طبعا ده هيبدا يعمل عندي مشاكل في الليجامنت والتندون. الحاجه اللي بعد كده بنقول ان الكفر له دور مهم جدا في الاكتيفيتي او نورمال اكتيفيتي اوف الاوستيوبلاست سيلز اللي هي الخلايا اللي ليها دور في الفورميشن اوف بون، فبالتالي له دور مهم في الجروث والديفلوبمنت اوف بون. طيب لو حصل عندي مشكله في او ديفيشنسي في الكفر هيبدا يحصل عندي سكيليتال ابنورماليتيز، سواء الابنورماليتيز اللي هتحصل في البون او اللي هتبدا تحصل عندك في الليجمنت والتندون، ده الاثنين دول بيبداوا يعملوا عندي مشكله في اللوكوموتور سيستم او اللوكوموشن اوف ذا انيمال. طيب تعالوا بقى ناخدها واحده واحده كده، احنا كده اتكلمنا عنه بالانزيمات، هيبدا بقى تعالوا ايه نجمعها، ايه اللي حصل عندي في الجسم عموما. في السكن قلنا هيبدا يعمل عندي ايه ان ديكود كيراتينايزيشن للسكن، وهيبدا كمان يعمل عندي ديبيجمنتيشن للهير. بالنسبه للبودي ويت هيبدا يحصل عندي ريتارديشن في الايه الجروث نتيجه ان حصل عندي مشكله في التيشو اوكسيديشن زي ما قلنا، لان الكبر اتاثر وبالتالي الانزيمات اللي هو بيدخل فيها برده حصل فيها ديفيشنسي. النقطه اللي بعد كده قلنا هيبقى في عندي دايريه. الدايريه بتكون سكندري للنتيجه للسكندري كبر ديفيشنسي اللي احنا قلنا عليها نتيجه الاكسس من المولبيديا، بتبقى فانكشنال ايه ديستربنس. طيب النقطة اللي بعد كده بنقول هيحصل عندي انيميا، وقلنا الانيميا هتحصل عندي ليه؟ قلنا عشان الانزيم اللي بيدخل عندي او بيساعد في عملية الريتولايزيشن الايرن عشان يتحول بعد كده عندي الهيموجلوبين مش هيبقى موجود، هيبقى موجود بكمية اقل، فهيبدأ يعمل عندي ايه؟ هيبدأ يعمل عندي الحاجة بعد كده تأثيره على البون، قلنا ان هو له دور مهم جدا في الاكتيفيتي وفي الاستيوبلاست سيل والجروث والديفلوبمنت اوف بون، وبالتالي الديفيشنس هيبدا يحصل عندي ايه اوستيوبوروزس او ديفكت في البون او مشكلة في البون نتيجة الديبريشن في الاستيوبلاستيك اكتيفيتي. الكونكتيف تيشو قلنا ان هو له دور مهم جدا في اللايسايل اوكسيديز، واللايسايل اوكسيديز مهم في تكوين او تخليق ويحافظ كمان على الانتجريتي كونكتيف تيشو زي الالاستين والكولاجين، فبالتالي هيبدا يحصل عندي مشاكل في ايه في الليجمنت والتندون. الحاجه اللي بعد كده اللي هو الهارت، بنقول ان المشكله اللي هتحصل عندي بنتيجه الكبر ديفيشنسي في الهارت بنسميها المايوكارديال ديجنريشن، او السبيسيفيك ديزيز اللي بيحصل في الكتل بسميه فولينج ديسيز، ان انا بيحصل عندي ديجنريشن في الكاردياك ماسل، وده بيكون نتيجه حاجتين، يا اما ان نتيجه زي ما قلنا الانتي اوكسيدنت الكبر قل، فالانتي اوكسيدنت انزايم اللي هتبدا تحافظ عندي على الجسم والخلايا اللي من ضمنها الكاردياك ماسل من الار او اس او رياكتيف اوكسجين سبيشيز هتبدا ان هي تقل، فيبدا يحصل عندي انكريز لنسبة الار او اس، وبالتالي هتبدأ تأثر عندي على الكاردياك ماسل وتبدأ تعمل فيها ديجنريشن. تمام. او ان بيكون نتيجة الانيميا اللي بتحصل، الانيميا اللي بتحصل عارفين ان ان البلد الدور اللي بيقوم بيه ان هو السبليمنتيشن للخلايا كلها بالاكسجين والنيوتريشن، وبالتالي لما يبدأ يحصل عندي انيميا هيبدأ يحصل عندي حاجة اسمها بنسميها انوكزيا بالنسبة للخلايا، فبنقول في مرحلة من الانيميك انوكزيا برضو هيعمل عندي ايه مايوكارديال ديجنريشن اللي انا بسميه اللي هو الفولينج ديزيز في الكبد. طيب نيجي للنيرفس تيشو، قلنا ان هيبدأ يعمل عندي بيحصل عندي دي مايلينيشن في المايلين شيس، وبالتالي برضو هيبدأ يعمل عندي نيرفس مانيفستيشن. بالنسبة للاميون سيستم قلنا برضو هيحصل عندي ايه نتيجة نقص الكبر هيبدأ يحصل عندي increase susceptibility للإنفكشن. طيب تعالى نتكلم عن الكلينيكال ساينس او الاعراض اللي انا ممكن اشوفها على الانيمال. بنقول الكلينيكال ساينس بالنسبة للكبر deficiency في اللارج ruminant هيكون في صورة يا اما general clinical signs سواء في الادلت كاتل او في القاف، وفي بعد كده سبيسيفيك ديزيز. هنبدا اول حاجه بالجنرال كلينيكال ساينس
في الادلت كاتل بنقول الاعراض اللي بتظهر عندي على الادلت انيمال بيبقى في صورة unthriftness او emaciation على الانيمال، بيبقى في عندك انيميا، loss of milk production، يبدأ يحصل عندك decrease في الميلك برودكشن بصورة كبيرة، يبدأ يحصل عندك حاجة كاركترستيك جدا في الكبر deficiency سواء في الادلت او اليونج، لكن هنا بنتكلم في الادلت، هيبدأ يحصل عندي depigmentation في الكالر اوف هير او depigmentation الهير، بيبدأ يحصل عندي ايه الريد او البلاك كالر كاتل، بتبدأ يبقى الكالر يبقى راستي ريد، الهير او الكود بتاع الانمل يبقى رف وسن ودراي. طيب في الجنرال كلينيكال ساينس في الكوف هتبقى ازاي؟ برضو نفس الموضوع، يبقى في عندي بور في الجروث ريت بالنسبه للانيمال، معدلات نمو الحيوانات اليونج انيمال دي هتبقى اقل كتير عن مثيلتها بس ما عندهاش ديفيشنسي، هيبقى في عندك كرونيك دايريا، يبقى في اتاكسيا اللي هو ابنورمال في الموفمنت بتاع الانيمال وفي حركه الحيوان وسبيشالي اكتر الاكسرسايز، ويحصل عند في الحيوانات دي الانكريز او بتزيد فرصه ان يحصل بون انفراكشر في الانيمال. بالنسبه للسبيسيفيك ديزيز اول حاجه نبدا بيها الفولينج ديزيز في الكاتل، قلنا ان الفولينج ديزيز في الكاتل بيحصل نتيجه المايوكارديال ديجينريشن. طب ايه اللي يظهر على الحيوان؟ بنقول الحيوان بيبان جود هيلث كونديشن وفجاه الحيوان بيقع على الارض، يبدا الهيد تبقى على الباك بتاع الانيمال والحيوان يبدا يعمل استراجلنج برجليه وصدم ديسلي الانيمال. السبيسيفيك ديزيز الثاني بيبقى في القفز بسميه انثريفتنس او اللي هو بيننج او البين اوف كوف، بيحصل بروجريسيف انثريفت انثريفتنس للانيمال وبيبقى الانيمال سيفير ايموسييتد، بيبدا يحصل عندي ايه زي ما اتفقنا قبل كده اللي هو ديسكالوريشن او ديبيجمنتيشن للهير اراوند الاي، حيان بيبقى ظاهر اكنه لابس النظارة اللي انا بسميها بسبكتكلد اي. السبيسيفيك ديزيز اللي بعد كده اللي هو البيت سكاورز في الكوف، بيبقى في دايرية، الدايرية بتبقى ليها كاركترستيك فيتشر بنقول ان بتبقى بيرزيستنت دايرية، الدايرية او شكلها بتبقى ووتري يلو جرين لبلاك في الكالر، بتبقى نوت اوفنسيف في الاودر، الدايرية ريليز وزود افورت، يعني الحيوان بيبقى محتاج جهد ان هو حتى ايفن الحيوان ممكن يعمل دايرية وزود ليفتنج للتيل، الحيوان بيبقى في سيفير ايموسييتد انيمال او في سيفير ديبليكيشن بالرغم من ان الابيتايت او الشهيه بتاع الحيوان بتكون جود او كويسه، طبعا بيبقى في عندي الهير كود بيبقى في ديبيجمنتيشن في الهير والهير بيبقى رف ودراي، وقلنا سبيشالي برضو اراوند الاي بيبدا ايه يظهر عندي بصوره مميزه. ودي صور بتوضح الديبيجمنتيشن والرفنس في الهير اللي احنا بنقول عليه، الصورة اللي على اليمين بتوضح شكل حيوان المفروض ان هو الهير بتاعه بلاك، لا ده هو بقى فيه اللي هو الراست ريد اللي احنا بنقول عليه، وبرده الصورتين التانيين بيوضحوا اللي هو الديبيجمنتيشن في الهير اللي احنا قلنا عليه. دي صورة بتوضح عندي اللي احنا كنا بنقول ان بيحصل ديبيجمنتيشن سبيشالي اراوند الاي، فالحيوان بيظهر اكنه لابس نظارة، دي الصورة اللي على اليمين بتبقى واضحة قوي اكتر من الصورة اللي على الشمال. طيب تعالوا نتكلم عن الدياجنوز، اتفقنا ان انا الدياجنوز عندي هيبقى يا اما عن طريق الكيس هيستوري يا اما هيبقى عن طريق الكلينيكال ساينس يا اما عن طريق اللاب دياجنوز. اللاب دياجنوز انا محتاج الكيس هيستوري والكلينيكال ساينس احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، نتكلم عن اللاب دياجنوز. انا ايه المشكله عندي ديفيشنسي في ايه؟ ديفيشنسي في الكبر، يبقى هبدا اعمل استيميشن للكبر او الليفل اوف كبر في البلازما في الليفر ممكن في بعض الحالات في اللي هو الهير، وهبدا طبعا اكيد هلاقي ان الليفل بتاع الكبر هيبقى ايه اقل من النورمال سواء في البلازما او الليفر او حتى في الهير. طب ايه كمان ممكن يبقى انديكيتيف ليا للكبر ديفيشنسي؟ احنا قلنا من شويه ان الكبر بيدخل في عده انزيمات منها الاس او دي
والسيريولوبلازمين. فلما اجي اعمل لهم استيميشن برضو هلاقي الليفل بتاع الانزيمات دي اقل من النورمال. تعالوا نتكلم عن التريتمنت. بنقول التريتمنت يا اما ان انا بدي الكبر اورال في صوره كبر سلفيت، والجرعه عندي بتكون بالنسبه للقفز اللي هي عمره 2 ل 6 شهور بتبقى 4 جرام من الكبر سلفيت. اما الادلت انيمال بتكون من 8 ل 10 جرام فور ماتيور انيمال، وده بيكون بصوره اسبوعيه لمده 3 ل 5 اسابيع. احنا عارفين طبعا اتكلمنا عن الشيب قبل كده الترم اللي فات، وقلنا ان الشيب بتبقى ربع الدوز بتاع الكتل. ممكن ادي الكبر في صوره برينتال او انجكشن في بعض، ممكن الكبر جلايسينيت، او في بعض الكوميرشال بريبريشن زي المينارين. المينارين ده فيه كبر وفيه زنك، فلما في حالات الكبر ديفيشنسي او الزنك ديفيشنسي ممكن اديه. طب الجرعه بتاعته بتبقى ايه؟ بتبقى سنتي لل 50 كيلو للانيمالز اب تو 1 يير، يعني حالات لحد عمر سنه سنتي لل 50. طب من سنه لسنتين سنتي لل 75، اكتر من سنتين سنتي لل 100 كيلو. طب الروت ازاي؟ بديه سابقه، تمام؟ بالاضافه ان انا ممكن كمان اعمل سبلمنتيشن للكبر في المينرال ميكتشر. بيبقى محتاجين ان نعمل سبلمنتيشن للكبر في المينرال ميكتشر، سواء اللي هو بيتحط على العليقه او حتى تبقى في صوره زي ما انتم شايفين كده في الصوره اللي على اليمين، في صوره بلوكات بتبقى من المينرال، بيبقى بنسبه 3-5% ايه يكون فيها الكبر. طيب البريفنشن، البريفنشن انت زي ما قلنا اتفقنا من الاول ان في عندي جرعه محدده او نسبه محدده من الكبر لازم تبقى موجوده في الراشن او العليقه بتاع الحيوان لازم ياخدها، فلازم دي تبقى اعمل لها سبلمنتيشن في الراشن بتاعته اللي هي 10 مللي جرام لكل كيلو جرام من الاون دراي ماتر بيزس، تمام، في الكاتل، او 5 بالنسبه للشيب. يا اما بديها في صوره اورال دوزنج زي ما اتفقنا الكبر سلفيت، او تبقى في المينرال ميكتشر قلنا زي سواء هما بتضاف املاح على العلايه او الراشل، او بصوره ايه بلوكات الحيوان يعمل لها ايه ليكنج، او ممكن تبقى برضو ايه انجكشن زي الحاجات اللي احنا قلنا عليها. كمان اللي هي الكبر اوكسايد نيدلز، دي تبقى عباره عن نيدلز بتبقى من الكبر، بتبقى مصنعه من الكبر، بنديها الحيوان عن طريق الاورال دوزنج، بتفضل موجوده عندي في الابوميزم بتاع الحيوان لمده 100 يوم او اكتر، تبدا تعمل ايه ريليز للكبر وبالتالي يحصل له ابسوربشن وستورج في الليبر. بالاضافه بقى برده حاجه من ضمن حاجات البريفنشن، احنا قلنا ان السكندري كوز بيكون نتيجه ان في هاي ليفل من المولبيدنيوم والاورجانيك سلفر، فانا ممكن كمان ابدا اعمل ديكريز ليفل لهذه العناصر. الحاجه اللي بعد كده نتكلم عنها اللي هو الزنك ديفيشنسي. الزنك ديفيشنسي برضو من ضمن المينرالز اللي كومن جدا يحصل فيها ديفيشنسي في الرومننت، والكاركترستيك كلينيكال ساينس بيكون في صوره الوبيشيا، باركيراتوزس، ابنورمال هوف جروس، بيحصل كمان لينس وانسرفتنس. طيب تعالوا نتكلم عن الايتيولوجي. بنقول ان الايتيولوجي برضو زي ما اتفقنا يا اما يكون برايمري كوز يا اما يكون سكندري كوز. برايمري كوز يعني الراشن اللي انا بديها للحيوان سواء البلانت او الراشن اللي انا بديها له تبقى ديفيشنت في الزنك. السكندري ديفيشنسي بيكون نتيجه ان في حاجات اثرت على الافيليبيليتي بتاع الزنك، زي ايه؟ بنقول زياده نسبه الفيرتلايزيشن بالنسبه للسويل اللي موجود فيها النباتات الحيوان هياخدها يتغذى بيها الحيوان، ده بيأثر عندي على نسبه الزنك في البلانتس وبالتالي هيأثر عليها بعد كده في الحيوان. فبنقول الاكسس من الفيرتلايزيشن زي النيتروجينس فيرتلايزر والفيرتلايزر اللي بيبقى فيها نسبه فوسفورس كبيره ده بيأثر عندي على الافيليبيليتي اوف زنك. طيب
تعالوا نتكلم عن الباثوجينيسيس. بنقول ان الزنك له دور مهم جدا ككومبوننت في حاجه اسمها الكربونيك انهيدريز انزيم، ده بيبقى موجود في الار بي سيز، له دور في الترانسبورت بتاع الكربون دايوكسيد، وبيبقى كمان موجود في الجلاندولار سيلز في الستومك، بيبقى له دور برضه في البرودكشن او في الجاستريك اتش سي ال، فده طبعا له دور مهم جدا. الحاجه الثانيه بنقول ان الكبر له دور في عمليه الوند هيلينج، وبالتالي الديفيشنس هيبدا يعمل عندي ديلينج في الوند هيلينج، له دور مهم في الديفلوبمنت اوف سوماتيك والسيكشوال سيلز، فبالتالي زي عمليه السبرماتوجينيسيس هتتاثر في حالات الزنك ديفيشنسي، له دور في الكيراتينيزيشن اوف ذا سكين، وبالتالي في الديفيشنسي قلنا هيبدا يحصل عندي مشكله زي الالوبيشيا او الباراكيراتوزيس، له دور مهم جدا في الكالسيفيكيشن اوف بون، وبالتالي هيبدا ياثر عندي على البون والموفمنت بتاع الانيمال، وكمان قلنا هياثر عندي على الهوف او النورمال جروث بتاع الهوف. بنقول له دور في الار ان اي فانكشن، له دور في الكربوهيدرات ميتابوليزم، له دور مهم جدا في البروتين والنيوكليك اسيد ميتابوليزم، وبالتالي له دور في الاميونيتي، لما يبدا يحصل ديفيشنسي هيبدا يحصل انكريز لايه السستابيليتي للانفكشن. طيب نيجي نتكلم عن الكلينيكال ساينس. بنقول الكلينيكال ساينس زي ما اتفقنا برضو قبل كده، قلنا ان انا الكاركترستيك كلينيكال ساينس هيحصل عندي الوبيشيا باراكيراتوزيس، هيحصل عندك بور جروس ريت وانوركسيا، وقلنا السبب البور جروس ريت لان هو بيبقى داخل في الديفرنشيشن بتاع السيل، والانوركسيا لان هو له دور في الكربونيك انهيدريز اللي بيبقى له دور في البرودكشن للجاستريك اتش سي ال، فبالتالي الديفيشنسي بتاعه هيبدا يعمل عندي مشاكل في الدايجيشن، وبالتالي هيحصل عندي انوركسيا. كمان بنقول ان هو يبدا يعمل ايه بقى من كلينيكال ساينس اللي بتظهر، بيبقى فيه سيكنينج وكراكس في السكين اراوند النوسترل والاي، كمان بنقول هيبقى فيه سويلنج في وستيفنس في اللي هو الجوينت بتاع، بيبقى فيه ارشنج للباك وابدكشن في الليج، فيشرد في الهوف وسلافنج في بعض الحالات للهوف، كمان بتزيد السستابيليتي للانفكشن زي ما قلنا، واخر حاجه قلنا ان هو كان له دور في الديفلوبمنت بالنسبه للسيكشوال سيلز، فهيأثر عندي على الفيرتيليتي طبعا، وبيعمل عندي ايه سيتويشن لعمليه السبرماتوجينيسيس في الميل. الصوره دي بتوضح السجن والكراكس اللي موجوده عندي في السكين اراوند الاي والنوستريل اوف اني، الصوره دي بتوضح الالوبيشيا اللي بتحصل والباراكيراتوزيس اللي احنا كنا بنقول عليه ان هو كاركترستيك جدا في حالتي. ده شكل الفيشر اللي بتحصل عندي في الهوف بتاع الانيمال او الليج بتاع الحيوان الديستال بارت من الليجز اوف انيمال، ودي صوره بتوضح عندي اللي هو ايه الفيشرز والكراكس اللي بتحصل عندي في الهوف، وايفن بعد كده ممكن توصل لان يحصل عندك سلافنج للهوف. طيب نيجي للدايجنوز. الدايجنوز هيكون عن طريق زي ما اتفقنا الكيس هيستوري والكلينيكال ساينس، وده اللي اتكلمنا عليه فوق. الحاجه الثالثه اللي هي اللابوراتوري دايجنوز، برضو ايه المشكله عندي هنا في مين في الزنك. يبقى اول حاجه هعمل استيميشن للليفل اوف زنك في السيرم، هلاقي اقل من النورمال ليفل. الحاجه الثانيه قلنا من الكاركترستيك قوي ان يبدا يحصل عندي ليجن في السكين اللي هي الباراكيراتوزيس، فهبدا اخد بايوبسي من السكين عشان اعمل كونفيرميشن لان موجود عندي الباراكيراتوزيس، وبالتالي اكد ان انا عندي اللي هو الزنك دي ديفيشن. دي صوره بتوضح الباراكيراتوزيس او المشاكل اللي بتحصل عندي في السكين في صوره الايه الباراكيراتوزيس ده اندر الميكروسكوب. طيب نيجي للتريتمنت. التريتمنت نفس الموضوع، هبدا ادي الكبر في اما في صوره الزنك سلفيت او كربونات في الفود، او هديه في صوره انجكشن، والليفل اوف انجكشن او الدوز اللي انا محتاجها 2 ل 4 ملغرام لكل كيلو جرام بودي ويت لمده 10 ايام، دي بتدي
جود ريسبونس في الحيوانات اللي ما وصلتش لمرحله ان المشكله بقت ايرفيرسيبل او نوت كيورابل زي ما اتفقنا قبل كده. وقلنا برضو من ضمن الكوميرشال بريبريشن انا استخدمها المينارين. المينارين ده برضو كونتين او بيحتوي على اللي هو ايه الزنك، واتفقنا الجرعه بتبقى ازاي والروت سابقه. البريفنشن ممكن استخدم انترا رومنال بيلتس، دي بتبقى عباره عن بيلتس بتبقى بتتكون من الزنك او بيبقى فيها الزنك، ودي بتبدا تعمل عندك بروتكشن برضو نفس الموضوع، بتفضل موجوده في الحيوان في الجي اي تي بتاع الانيمال، وتبدا تعمل ريليز للزنك لمده حوالي 7 اسابيع. ممكن كمان عن طريق ان تبقى نحقنه في صوره سب كات يبدا برضو يعمل ريليز لفتره معينه. او طبعا الحاجه المهمه جدا اللي احنا اتفقنا عليها من الاول ان انا اعمل له سبلمنتيشن في الراشن في اوف انيمال بصوره المينرال ميكتشر. طبعا ايه اراعي ان انا السويل اللي انا بجيب منها البلانتس للحيوان بتاعي ابقى عارف طبيعتها، ولو هي ديفيشنت لازم نعمل سبلمنتيشن للزنك في الراشن. نتكلم بقى عن الايودين ديفيشنسي. اول حاجه قبل ما نتكلم عن الديفيشنسي بتاع الايودين بنقول ان انا عندي ايه علاقه الثايرويد هرمونز بالايودين. نتكلم الاول كده بس نبذه مختصره عن الثايرويد هرمونز. الثايرويد هرمونز دول اللي هم بينتجوا من الثايرويد جلاند اللي هم تي 3 والتي 4 اللي لهم دور مهم جدا في الريجوليشن اوف ميتابوليزم، ولهم دور كبير في كل حاجه هنقول دلوقتي عنهم. بنقول ان التي 3 والتي 4 كومبوننت مهم جدا في تركيبهم اللي هو الايودين. فالايودين ديفيشنسي لما يحصل عندك ديفيشنسي في الايودين هيؤدي عندي لديكريز البرودكشن للتي 3 والتي 4 اللي هي الثايرويد هرمونز، وبالتالي هيبقى الثايرويد جلاند تبدا ان هي تبدا تعمل عندي كومبنساتوري ميكانيزم ان هي تعمل هايبربليجيا وتبدا ان هي تزيد في الحجم عشان تبدا ان هي تعوض النقص اللي موجود ده. فده بيظهر في صوره اللارجمنت في الثايرويد جلاند او ان انا بسميه الجويتر. طيب الثايرويد هرمون ايه الدور بتاعه عشان نعرف دلوقتي لما يحصل الديفيشنسي بتاع الايودين الاعراض اللي هتظهر على الحيوان جايه منين او ايه سببها؟ بنقول ان الثايرويد هرمون ليها تاثير او ليها دور في كل خليه في الجسم. طبعا له دور في البيزل ميتابوليك ريت، له دور في الميتابوليزم سواء للبروتين او الفات او الكربوهيدرات. كمان بنقول ان هو له دور في ريجوليشن للبون جروس والماتوريشن بالنسبه للنيرون. نقول كمان اللي هو له دور في الهيت جنريشن، فهو داخل كمان الديفلوبمنت والديفرنشيشن للسيلز في البودي، فهو مهم جدا جدا في حاجات كتير. طيب تعالوا نتكلم بقى عن الايودين ريكوايرمنت. الاول بنقول الريكوايرمنت من الايودين بالنسبه للكاتل بتكون حوالي 4.5 ل5 مللي جرام لكل كيلو جرام اون دراي ماتر بيس. بنقول اللي زي ما اتفقنا من شويه ان الكاردينال ساينز او يعني الكومون ساينز في حاله الايودين ديفيشنسي اللي هو الجويتر اللي هو اللارجمنت في منطقه اللي هي ايه اللارنجيال ريجن او منطقه الصروت زي ما بنقول. الكاركترستيك كلينيكال ساينز بتحصل في الايودين ديفيشنسي اللي هي نيونيتال مورتاليتيز الوبيشيا والجويتر او اللارجمنت اللي احنا قلنا عليه في منطقه الايه الصروت او اللارنجيال ريجن. طيب تعالوا نتكلم عن الايتيولوجي بالنسبه للديفيشنسي. بنقول يا اما يكون برايمري ايودين ديفيشنسي يا اما يكون سكندري ايودين ديفيشنسي. برايمري يعني خلاص احنا اتفقنا ديفيشنسي في الراشن اللي انا بديها للحيوان او هنا حتى اللي هو الدرينكينج ايه ووتر. طيب امال السكندري بنقول ان في بعض العناصر اللي هتبقى ايه انتاجونست للايودين زي مثلا الهاي دايتري انتيك من الكالسيوم، ده بيأثر على الابسوربشن الايودين من الانتستين. بالاضافه ان في بعض الدايت او بعض الحاجات اللي الحيوان ممكن ياخدها في الراشن اللي هي تحتوي على جويتروجينيك سبستانس زي الكابج والترنب واللينسيد ميل، دول فيهم
المواد زي الثيوسيانات والنيتريت دي بتعمل ايه؟ ريستريكشن للايودين انتاج او بتاثر على الابسوربشن اوف ايودين واليوتيلايزيشن بتاعه. هنتكلم عن الباثوجينيسيس. بنقول ان الايودين بيحصل له ابسوربشن من الجاستريك والجيوجينال ميكوزا ده في الانتستين، بعد كده يروح عند البلازما يحصل له بعد كده ديستريبيوشن في التيشو. والنسبه الاكبر من الايودين اكتر من 80% حتى من الايودين اللي بيبقى موجود في الجسم بيحصل له ستورج في الثايرويد جلاند. الايودين ديفيشنسي بيبدا ياثر عندي على او بيبدا يعمل عندي ديكريز في البرودكشن اوف الثايروكسين هرمون، وبالتالي ده بيبدا يعمل عندي ميكانيزم في الجسم يحصل عندي ستيميوليشن للهايبوثالاموس في البرين ان هو يعمل عندي ريليز لهرمون بسميه الثايروتوبين ريليزنج هرمون. الهرمون ده يو عندي على البيتوتري جلاند عشان تخرج عندك هرمون بنسميه الثايرويد ستيميوليتنج هرمون. الهرمون ده بيبدا يعمل عندي تاثيره على الثايرويد جلاند، فتبدا تعمل عندي حاجه اسمها كومبنسيت او كومبنساتوري ميكانيزم ان هي يبدا يحصل لها انكريز في الاكتيفيتي اوف ثايرويد جلاند ويبدا يحصل فيها هايبرتروفي واللارجمنت عشان ان هي تبدا تواجه النقص اللي حصل عندي في الثايرويد هرمون في الجسم، فده اللي هو بينتج عنه الجويتر اللي احنا بنقول عليه. بنقول كمان ان الديفيشنسي في الثايرويد هرمونز ده اللي بيبقى ريسبونسبل عن الهير ابنورمالتيز او الالوبيشا اللي بتبقى موجوده نتيجه ان بيحصل عندك ابسنس في او الديمينيوشن للسايز اوف هير فوليكلز. ودي صوره بتوضح الميكانيزم اللي احنا قلنا عليه، لما يبدا يحصل عندك ديفيشنس في الثايرويد هرمون يبدا الهايبوثالاموس الاول يخرج عندي الثايروتروبين ريليزنج هرمون يروح عندك للانتيريور بيتوتري جلاند تخرج الثايرويد ستيميوليتنج هرمون ده ياثر عندي او يبدا يحفز عندي الثايرويد جلاند ان هي تزود من الاكتيفيتي بتاعتها وبالتالي يحصل فيها الالارجمنت او الهايبرتروفي اللي احنا قلنا عليه عشان تنتج وتنتج الثايرويد هرمون. طيب ايه بقى الاعراض اللي هتبدا تظهر عندي على الانيمال؟ بنقول ان الاعراض هتكون في صوره بيحصل عندي الستيل بيرث او الويك نيو بورن، بيحصل عندي زي ما قلنا الكاركترستيك اللارجمنت في منطقه الصوت او اللارينجيال ليجن. اللارجمنت في المنطقه دي اكيد هيضغط على الاورجن يعني المجاوره ليها فيبدا يعمل عندي ديزنيا يحصل عندي ديسفاجيا ابنورمال في الابنورمال ساوند او اللي هنسميها ديسفونيا ابنورمال بريسنج ساوند. كمان هيبقى زي ما اتفقنا هيبقى في عندي بارشال او كومبليت الوبيشيا، يبقى في لو في الجروس ريت نتيجه طبعا ان هيتاثر عندي البيزل ميتابوليك ريت اللي بيأثر عليه بشكل كبير الثايرويد هرمون اللي هي كده هتبقى ديفيشن. هيحصل عندي ايه كمان بالنسبه للادلت؟ هيحصل عندك ديكريس في الميلك برودكشن بالنسبه للفيميل، هيحصل عندي كمان بالنسبه للفيميل الريجولار في الاسترس وابورشن نتيجه الستيل بيرث اللي احنا قلنا عليه، هيحصل عندك ريدكشن في الليبيدو بالنسبه للميل وبالتالي هيبقى في لو سيمن كواليتي. بالنسبه برضو للهير في الادلت هيبقى دراي وبور كواليتي بالنسبه للهير. ده شكل بيوضح ال فيتس طبعا المنطقه اللي هي الصروت او منطقه اللي هو اللارينجيال ليجن في عندي ايه سويلنج او انلارجمنت فيها، ده اللي هو الستيل بيرث او ستيل بورن كاف ويز جويتر. دي برضو صوره بتوضح ايه في الحيوان اللي هو الانلارجمنت في منطقه اللي هو الثروت او اللارينجيال ريج. طيب الحاجه اللي بعد كده البي ام اكزامينشن، دي هتساعدني في الدايجنوز هنذكرها في الدايجنوز دلوقتي، ان الحيوانات اللي هي اللي هو الستيل بيرث او الديد انيمال او الكلام ده كله هبدا ان انا ابدا اعمل بي ام هلاقي في عندي باي لاترال اللارجمنت في الثايرويد جلاند زي ما اتفقنا، وهتلاقي البودي كافيتي بالنسبه للحيوان هتبقى كونتين.
ده شكل البايلاترال انلارجمنت في الثيرويد جلاند. شوفوا بيبقى واصل لايه، ان شكل الثيرويد جلاند او الجوتر اللي احنا بنقول عليه. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الدايجنوز. قلنا الدايجنوز هيبقى كيس هيستوري والكلينيكال ساينس والبي ام اكزامينشن زي ما احنا لسه قايلين. اللاب دايجنوز طبعا هبدا ان انا اعمل استيميشن للايودين ليفل في البلاد والميلك. هنا هلاقي ان نسبه الايودين اقل من النورمال ليفل. كمان ممكن اعمل استيميشن حاجه نسميها البروتين باوند ايودين في البلازما اوف انيمال، برضو هلاقيها اقل من النورمال ليفل. ممكن كمان اعمل حتى استيميشن للليفل اوف ايودين في السويل او النباتات اللي الحيوان بياخدها. دي هيديني صورة كاملة عن هل المنطقة اللي الحيوان موجود فيها ديفيشنت في الايودين ولا مفيش مشكلة. التريتمنت لازم ابقى واخد بالي من حاجة مهمة جدا، ان الاوفر دوز من الايودين بتبدأ تعمل عندي توكسيستي اللي هي الايوديزم. فانا بدي التريتمنت او الجرعة بتاعتي لازم ابقى محافظ على الجرعة وزن السيف دوز زي ما بنقول. الدراج اللي انا ممكن استخدمه اللي هو اللوكالز ايودين سوليوشن، ده الجرعة اللي انا بستخدمها من 10 ل 20 دروب في الووتر ديلي لمدة 2 ل 3 ايام. بالنسبة للبريفنشن طبعا اللي انا هبدأ استخدم ايونايز سولت، سولت كونتيننج ايودين بنسبة 7 من 1000% تقريبا، وده هبدأ اعمل له سبلمنتيشن على الراشن اوف انيمال، او ان انا هبدأ استخدم المينرال ميكتشر او السولت ميكتشر ويكون نسبة الايودين 0.5%. وبكده تبقى انتهت محاضرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.